المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا أمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما الهام شنال. وصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بوصفة يوم العيد بالنسبة للسيدات اللي سولوني على الوصفات ديال العيد، فإن شاء الله اليوم غنعمل لكم وصفة ديال العيد، فنتمنى تعجبكم، نتمنى تستفدوا منها، ونتمنى كل سيده جربتها تخلي لنا في لي كومونتير كيفاش جاتها الوصفه، واش عجبتها ولا لا، واش تواتس مع نوعيه البشره ديالها ولا لا، يعني كل هذه المعلومات كنرحب بها على راسي وعينيا في خانه التعليقات. وبالنسبه لهذه الوصفه هذه هي سهله مهله، كما كتعرفوا دائما كنحاول نجيب لكم وصفات سهلين خفيفين ظرافين وتعملوهم. اكيد ما بقى والو العيد، فنغتنم من فرصه من هذا الفيديو هذا ولا من هذا المنبر هذا ونقول لكم عواشركم مبروك، الله يدخلها عليكم بالصحه والهنا، وباش ما تمنات كل سيده فنغتنموا الفرصه البنات ونعملوا هذه الوصفه هذه قبل العيد بواحد 2 جوغ ولا 3 جوغ، باش هكذا نستافدوا منها وتعطينا النتائج المطلوبه، باش هكذا نبانوا بدون مكياج بدون حتى شي حاجه اصطناعيه، يعني بانوا في ابهى واحسن حله طبيعيا. فباش ما نطولش عليكم اكثر نمشيو باش نتعرفوا على المكونات، طريقه التحضير وطريقه الاستعمال. رحب بالبنات وبالسيدات، مرحبا بكم في القناه، اكيد مرحبا حتى بالوصفات ديالكم، يعني اي سيده عندها وصفه طبيعيه بخصوص يعني يوم العيد يعني كتستخدمها ولا كتعملها دو جوغ ولا 3 جوغ ولا 4 جوغ قبل العيد، فمرحبا بكل الوصفات ديالكم اللي كتستخدموهم وديجا يعني موالفين كل عام تستعملوهم لبشره الوجه ديالكم. فاي وصفه كنرحب بها في خانه التعليقات، ما عليكم الا تخليوها ليا في لي كومونتير، وانا شخصيا ان شاء الله بدور نجربها، واكيد الا عجبتني وعطاتني نتائج زوينه غادي نجي نبارطاجيها ولا نجي نشاركها معكم هنا في القناه، باش هكذا تعاون فائده للجميع. بسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. اكيد فغادي نبدا باول مكون اللي هو سكر سنيده. غير بغيت نقول لكم البنات بانه هذه الوصفه هذه فيها جوج ديال الخطوات ولا جوج ديال المراحل، المرحله الاولى هي التقشير والمرحله الثانيه هي الترطيب. فاول مكون غادي نحتاجوا ليه هو سكر سنيده. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا المطيشه ولا الطماطم، فانا هنا خديت حبه واحده من الطماطم عصرتها حيدت ليها البذور وصفيتها في الصفايه عاد غادي نستخدمها. فبسم الله على بركه الله غادي ناخذ ملعقتين من سكر سنيده وغادي نضيف ليهم طماطم ولا مطيشه اللي كتكون ديجا معصوره. غادي نحاول نزيد نضيف سنيده لانه ضفت انا كميه كثيره من الطماطم، فغادي نحاول نضيف كميه كثيره من سكر سنيده باش هكذا الوصفه تعقد يعني ما تبقاش سائله. كما قلت لكم ممكن تاخذوا مطيشه وتحيدوا لها دوك البذور وتصفيوها باش هكذا يجيكم غير السائل ديالها يعني ديال المطيشه. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا يعني القوام ديال الوصفه كيولي عقد، فكناخذوا هذه الوصفه هذه وكنبداو نفركو بها الوجه ديالنا غير بالمهل، لانه كما كنعرفوا على سكر سنيده خشن، فغير بالمهل نحكو ولا نفركو بليتو بشره الوجه ديالنا لمده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد كنغسلوا بشره الوجه ديالنا كنشفوها وكندوزوا للمرحله ديال الترطيب. بالنسبه للترطيب البنات غادي نحتاجوا فيه كريم نيفيا، العلبة الزرقاء. بالنسبة لهاد العلبة هذه البنات رائعة جدا لترطيب البشرة، فأنا خديت هاد العلبة الزرقاء كيف ما ممكن نتوما تاخدوا العلبة البيضاء، يعني كريم نيفيا العلبة البيضاء حتى هي رائعة جدا. فأول مكون هو كريم نيفيا. بالنسبة لتاني مكون غادي نحتاجو ليه هو الزيت ديال الورد، ضروري البنات ما نحتاجو الزيت ديال الورد رائع جدا لتغذية البشرة. وغادي نحتاجو دم الغزل ولا العكر الفاسي، فغادي نحتاجو حتى هو يعني غنحتاجو القليل منه. وغادي نحتاجو البودرة الحليب نيدو غبرة، يعني الحليب نيدو غبرة غادي نحتاجوه كيبيض البشرة وكيعطيها لمعان وكيعطيها إشراقة وكيصفي البشرة أيضا. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفة هادي. فبسم الله على بركة الله غادي ناخد واحد الإناء فارغ وغادي نوضع فيه كل هاد العناصر ولا كل هاد المكونات مع بعضهم البعض.
فبسم الله غادي ناخد واحد الاناء كما سبق لي وذكرت. غادي ناخد ملعقة من كريم نيفيا، ممكن نتوما تاخدوا اكثر من ملعقة على حسب كل سيدة شنو كتفضل. غادي ناخد الحليب غبرة نيدو ونوضع منه يعني كمية لا بأس بها من الحليب نيدو غبرة. غادي ناخد ايضا زيت الورد، هي تقريبا جوج المعالق، وكنحاول نخلط كل هاد العناصر. مع بعضهم البعض. خاصني البنات نخلط حتى الحليب نيدو يعني كيتخلط مع كريم نيفيا، يعني كل المكونات يتخلطوا مع بعضهم مزيان. وغادي ناخد دم الغزال ولا العكر الفاسي. بالنسبه لهذا العكر الفاسي ممكن تاخذوا الكميه اللي غادي تناسبكم، يعني تاخذوا القليل كيف ما ممكن تاخذوا الكثير، يعني على حسب كل سيده وشنو كتفضل. فانا انتما الكميه اللي ضفت. يعني الا ضفتوا منه كثير راه اللون كيجي غامق بزاف، يعني كيكون غامق. الا وضعتو منه غير شويه فاللون كيجي فاتح. هانتوما البنات انا نحاول نقرب لكم باش يبان لكم اللون ديال هاد الوصفه هذه. هانتوما اللون ديالها كيفاش كيصبح، يعني كيصبح بهذا الشكل، هذا لون وردي. كما قلت لكم الناس اللي كيبغيو اللون الاحمر يعني الغامق ممكن يضيفوا كميه كثيره ديال دم الغزال ولا العكر الفاسي. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو غير هكذا لوين غير خفيف ظريف في الخدود ديالهم في البشره ديال الوجه يوم العيد، يعني شي حاجه طبيعيه يعني ما تبانش يعني كثيره بزاف، فممكن يعني تاخذوا غير ربع ملعقه او اقل وتخلطوا الكل. فانا هنا عندي لون يعني في المتوسط، ماشي يعني بارد وماشي غامق بزاف، يعني في المتوسط. كما شفتوا راه الكميه وريتها لكم، يعني ما ضفتش كميه كثيره بزاف، فهذا هو اللون اللي صبح عندي ديال هذه الوصفه هذه. فبعد ما كتصبح عندكم البنات يعني الوصفه بهذا الشكل هذا، يعني كتصبح جاهزه باش نستخدموها لبشره الوجه ديالنا. فانا غنحاول نوريكم المرحله الاولى والمرحله الثانيه. هانتوما يعني كاينه الخطوه الاولى والخطوه الثانيه. الخطوه الاولى هي التقشير، كناخذوا الماء ديال المطيشة وسكر سنيده كنقشر بهم بشره الوجه ديالنا. بعد ما كتنتهي المرحله ديال التقشير كنوصلوا لبشره الوجه كنشفوها كندوزوا المرحله ديال الترطيب. فكنحتفظوا بهذه الوصفه هذه في واحد العلبه محكمه الاغلاق وكنبقاو نستخدموها كل ليله قبل ما نعسو، يعني دو جوغ ولا تخوا جوغ بين ما جا العيد. بالنسبه لهذه الوصفه كنصح بها في الليل قبل ما تنعسوا، يعني اي سيده بغات تستخدم هذه الوصفه تستخدمها في الليل قبل ما تنعس، والغد ليه ان شاء الله تنبهر بالنتيجه اللي بزاف السيدات كيسولوني عليها. ودائما يعني السيدات كيبغيو وصفات يعني التبييض ديال البشره يوم العيد، يعني يستعملوهم ولا يستخدموهم يومين قبل ولا 3 جو قبل بيوم العيد، باش هكذا النتيجه تبان على احسن ما يرام كما تنقولوا. وكما لاحظتوا معايا منذ بدايه الفيديو حتى الاخر ديالو هكذا وصفه سهله. بالنسبه لهذه الوصفه حتى وان يعني بغيتوا تستخدموها يعني من وراء العيد كما تنقولوا فاكيد ممكن، ما كاين حتى شي مشكل. فقط حاولوا تقشروا البشره الوجه ديالكم مره واحده في الاسبوع، يعني هذه الوصفه هذه غادي تستخدموها اول مره، يعني كاول استعمال لكم لهذه الوصفه هذه غتقشروا البشره الوجه ديالكم. ولكن ماشي كل نهار غادي نقشروها، يعني مره واحده غنقشروها في الاسبوع والوصفه كنحتفظوا بها وكنبقاو نستخدموها كل ليله قبل ما نعسو. جيسبر البنات انه الامور تكون واضحه، انه التفاصيل ديال هذه الوصفه تكون بانت لكم. اي حاجه اكيد ما فهمتوهاش على راسي وعينيا ما عليكم الا تخليوها لنا في لي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. فكما قلت لكم التقشير كيكون مره واحده في الاسبوع، ما مزيانش نقشروا البشره الوجه ديالنا كل نهار، فاكيد غنتعرضوا للاحمرار، نتعرضوا للحساسيه والحكه والبزاف ديال الامور. فداكشي علاش التقشير مزيان للبشره غير مره واحده في الاسبوع. وهاد الوصفه كنستخدموها كل نهار، ما كاين حتى شي مشكل، يعني نغتنموا الفرصه كما سبق لي ذكرت في بدايه الفيديو ونعملوها يوميا.
3 ايام ولا 4 ايام باش ان شاء الله بين ما جا العيد نبانو هكذاك طبيعيين زوينين بدون مكياج. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى يا ربي نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالبيج لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو اكيد وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه. موعدي معكم ان شاء الله في الفيديو القادم.